هل تعرف أنه في مصر في الثلاث أيام الماضية هذه كان اجتماع للأمن القومي على أعلى مستوى، وكان التوجيه هو حماية المسارات الاستراتيجية على مستوى حدودنا الغربية. وانظر سوف نحلل هذه النقطة. عارف ماذا يقصد؟ هو يقصد الحدود الجزائرية، وأن ليبيا خلاص ليبيا كعكة تابعة إليه، وأنه الآن لابد من التأهب الأقصى على الحدود الجزائرية. وقبل ثلاثة أيام تحرك حفتر بجنوده على قطعة من الحدود الجزائرية. إذن هناك فعلا تحركات مريبة جدا عسكرية على مستوى الحدود الشرقية للدولة الجزائرية. هذا لابد التنبه له. هذه واحدة. ما المراد من هذه التحركات؟ هو الخوف من أن تنفلت الأمور في الجزائر، والجيش أو الوطنيين من الجيش ربما يكون هناك عندهم هبة غير منتظرة. الحقيقة هذه تخوف منها فرنسا كثيرا، قد كتبوا فيها كثيرا أيضا، أنه ربما سنشهد سيناريو يكون هناك أبناء الشعب اللي في الجيش تأخذهم الحمية على الجيش فيقودون حالة تمرد يخططي يعني مع قيادة الأركان ويصطفوا إلى جانب الجيش. إذا حدث هذا سوف تقلب كل الموازين. إحنا لا، هذا هو سيناريو وارد، لا نرجحه ولا نستبعده، لكن انقلاب عسكري من ضباط وطنيين يسلمون السلطة للشعب هذا وارد وقد يحدث، لكن إذا حدث سوف يخلط أوراق السيسي وأوراق فرنسا في الجنوب السافي النيجر وأفريق وأوراق أمريكا وأوراق بريطانيا في ليبيا وأوراق كل الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، سوف يخلق أوراق العالم أجمع. لذلك الأفريكوم القيادة الوسطى الأمريكية اجتماعات متواصلة. أنت وصلت إلى مركز غرفة العمليات. الثلاث أيام الماضية اجتماعات متواصلة لقيادة سنتكوم، وأعلن عليها أعلن عنها في صفحتهم الرسمية على تويتر، وأنا نشرتها، أنه هناك اجتماع مع قيادة الأركان، مع قيادة سنتكوم. هل تعرف ما معنى قيادة؟ هي قيادة الأسطول السادس، فخر البحرية الأمريكية، فخر المارينز الأمريكي، وأنه هو الذي يضمن المضائق الاستراتيجية اللي تحمي التجارة الدولية من مضيق باب المندب إلى مضيق جبل طارق. لهذه الدرجة تخيفهم تحركات الشعوب وتخيفهم الجزائر؟ لهذه الدرجة. الجزائر بلد وازن، وإذا تحركت معه كل الشعوب المستضعفة. تخيل أنه لا أحيل إلى الذاكرة التاريخية أن الحركة التحررية النوفمبرية في الجزائر ألهبت كل الأحرار في العالم، ودخلوا في حركات لإنهاء وتصفية الاستعمار التقليدي. إذن ليس فقط سنتكوم، أيضا قيادة الأفريكوم التي قوة التي تضمن الوجود الأمريكي ومصالحه الاستراتيجية في أفريقيا، أيضا كانوا في لقاء في هذه الثلاث أيام مع قيادة الأرك. إذن العالم كله على أهبة الاستعداد وينظر ماذا سوف يقدم الشعب الجزائري.